بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليكيا درس تينة تفسير الراء فلتاج الرو حلقة دقدمي سقل سورة بقرة آيات إبا في سقل تمي تربة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. رب كأنك جل الحج أشهر معلومات، جيني هجيجي أبيك ماجد وقت لجي أشهر معلومات، جيني هجيجي أبيك مالا جيوت أبيك ما جيوت أبيك ماجد شم مالني جي أشوالي في كيزت آن ذي القعدة في بلتي كلني هجي سنين جيوت هجيجي لأن جيوت هجي بيك ما كان كيس. فمن فرد فيهن الحج، نمني جيوت كان كيس ست حجي حرمتي وفرت واجب قدي إيه. فمن أوجب على نفسه لج في هذه الأشهر، جيوت كان كيس ست نمني نفسه وفي الرت حجي دركما قدي وأحرم به إسان حرمتي إسا كيس ست حجي نيتي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث جتش مال واني سرت حرامة دبرتت دياتش قنمتي سالا قلت سرت حرامة. أما اللي أكما سن ولا فسوق، أما اللي واني سرت ججب فمال الخروج عن طاعة الله، حرمة الخروج عن طاعة الله طاع ربي كيسا بيولين سرت حرام. نما حجي حرمة جيوتك أنا كيس ولا جدال، أما اللي مرومين لين سرت حرام. ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة، مرومين أقرتني دلن صوفي واللبت نما قيست اللي إيغا هجي حرمة حرام. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير وان خيري الرائس دليدا يعلمه الله ربي النبيك إيغا بيك يو فيجازيكم به خيري سنين جزاء سنين دي ربي. وتزودوا، أما اللي قلاق للا ربي نكجل. وتزودوا واستعينوا على أداء الحج، حجي جيسو كان الرت قرقار سفدا وان اتهجم تنفلتشون قلا نياتا في لغاتي فلتشون قرقا كان أقرتني قلا قول الله يا ربي. وتزودوا يجمال واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، وان اتهجم تنفلتشون قلا قول الله نياتا لغاتي. فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى الرجع الآن أقرتني قلا مال صدى ربي قبتش. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تبارك وتعالى. واني اقرتني قلائس ولدتني قرقاس ولدتمائن وامر كيسة صدى ربي واتقون.
فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي نسودادا وانا انجل دلقون وانا الرئيس اندوق الرال اقامون نسودادا يا أولي الألباب يا ور أقلي فياك أبدو تدكبان كم نقبوه يا رب كن آية نتأنت آية ربا في سقلتمي سدت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح بدي وهيت إسن الرهنجرت أن تبتغوا فضلا من ربكم رزقي حلالا دلدلا هنجيك يستوى بربادتشون بدي وهيت هنقبج يا ربين يا كامت ليس عليكم جناح ما سيو وهيت إسن الرهنجر أن تبتغوا فضلا من ربكم ربي كيسن الرأقرتني رزقي بربادون وسما حج تواد لقتشوني سن الرت حرام أمد فإذا أفدتم من عرفات يو عرف الرأقر قلتني ديمتن يو أتشي ديبتن سني قياكم قياكا فسقلي إيقا عرفا الأبت يو أتشي الرأ ديبتن فاذكروا الله عند المشعر الحرام ربي كيسن ذكرا ربي كيسن ذكرا قابني كوني قافكم إيق عرف الرقد ديبان هل كان كل نيسو قاف إذا كان فاذكروا الله بالتسبيح والتحليل والدعاء عند المشعر الحرام ذكري ربي والدميسة مزدلفت أجت ذكري هالدميسة لا إله إلا الله جتشو هالدميسة سبحان الله جل دعائي قدسا واذكروه كما هداكم واذكروه جتشمال واذكروه كما هداكم ربي كيسا تذكرا والنئس كجل كما هداكم إيه لهدايته لكم إلى معالم دينه ربي أغرتني ملتو دينا وان ردمتني سنكجل ذكري إسا قولا وإن كنتم من قبله لمن الضالين وقد كنتم دقاتا تنيجرتني من قبله سنة كان أندرت أغرتني من قبل ذلك من الضالين من الغافلين عن شريعته شريعة والرب كرائسني ولك سير ربي سني ولك كم بين تاتندر الرب اسم بيس سمالي آيان ربا في سقل تمي سقلي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا إيقسي على فراغة ديبيا بكما نمن ديبي أرى من حيث أفاض الناس ادفعوا من عرفات كما كان يصنع إبراهيم عليه السلام أكما إبراهيم ديبو اتعرفا لك أتشيق ديبيا لا كما يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية أكبر حرما قرين أغرتني حرما كيسان بانو جلني أرفا لكني أتشيق ديبي أودي دنساني متي بكما أغرتني نمني لقصان بكما إبراهيم إرى درا أتشيق ديبي سن إرى ديبي أرفا لأبدا واستغفر الله أربي كيسان على رمقا فدا واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع والرب انكراب ولكن يو إرني كيس سجر جرات شتملا وان إرني كيس سجر فربي كيس لقرتني على رمقا فلا إن الله غفور رحيم أربي نن على رم إن الله غفور لمن تاب من عباده أربي انقبرت إيسا نميزة توبته نميزة ديبيني على رم رحيم بهم رحمة إيسا نيقل أيان نبلما فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم يود لغاتي سنتحجي قفتا فاذكروا الله
ربي كيسن ذكر ذكري ربي هدمسا كذكركم آباءكم أكم أبوتك كيسن دبت سنت إساني نفداد سن ربي كيسن دبت أو أشد ذكرا يوكين سن ربي كيسن دبت ذكري ربي هدمسا أو أشد ذكرا منهم لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه عز وجل تولي تكأنني تنكم مرتنو ربي الرابان تهيف كابوتا كيساني نفراد داني متي ربي كيساني إذا ذكري إذا هد ميسا وان النجالة دلقا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نمني قريم مالجل والناس مختلفون فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا ورى قرتني كافرات تجرى ورى دنيا تنملي وانبلاتنا من كمشركات تجرى ورى جروا دنيا تنملي جروا آخرا سنتنا من إن سنمو قرتني وان دنيا ملي وانبلانكرت فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد إن ونكرت مال نقياناكن نقنانيس إلمان ناكن دنيا ناكن نجل ورّاك كجل سني ورّاك كجل سن أغرتني فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا يا ربي دنيا تيوان دنيا كانني نوكن نجاني وان آخرا ليسن ورّا مشركاسا وما له في الآخرة من خلاق آخرة موقودة كل أرقة مما عد الله لعباده المؤمنين في الآخرة والرب والرئيسة أمن يقب بيسن سن الرهما تكالهن أرقة آيان إبا لما في تكو ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما اللي ور مؤمن عمو مالجان وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة ولرب التلي أمان يقول يا آخرات أمان نمن سيمالت فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها نمن سن أقرتني مالكرات قلني دنيا اللي درقا قاري دنيا تنكيس الدرق اللي كما يسأل ربه الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار أكما ملكي أقرتني جنة ملكه أزاب جلابه كرات سن خير دنيا تفت آخر اللي ولك أبيك لت ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا ربي كينا تلت دنيا اللي نوكن وفي الآخرة حسنة تلت آخر اللي نوكن جنة ملكويني عذابك انكي جلابيون وكنا عذاب النار عذاب جلا يا ربي نباسجا آياني لب لما في لما أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك الداعون بخير الدنيا والآخرة والردوا آيقلة سنين خير دنيا آخرة ولقبني قافة والرمؤمنات لهم حظ من ثواب عظيم مما اكتسبوا من الأعمال الصالحة إساني في قوة جبة جرى وان دلقن الرأ وان قالي وان دلقن في دنيا اللي قوة جبة أرقة دنيا وان خيري دلقن نصيب مما كسبوا جتشم مالين لهم حظ من ثواب عظيم مما اكتسبوا من الأعمال الصالحة قودا قدا قبل واندلقن دلقا غاري واندلقن دنيا تنت والله سريع الحساب رب كان دد في أبا حساب أنا ما باس سريع الحساب للأعمال دلقا إرت هرقنا مرت باس فيثيب المحسنين ويعاقب المسيئين ور أغرتني تلت هجة من دا إسانيك ور بدي هجة أدب إسانيك آياني نبل ما في سده واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكر الله ذكري ربي قلا واذكر الله بالتكبير والتعليل في أيام قلائل ويا دقوتنا في أيام معدودات الجمال ويا ما دقوكنا كيسة ما ذكري ربي قلا
guyyan dikkon suni guyya kami guyya gafa kula tokkoti guyya gafa kula lama hajjiirra guyya gafa kula sadihiti faman ta'ajjala fi yawmayn faman ta'ajjala wa kharaja min mina ba'da ar-rami fi al-yawm ath-thani fi al-yawm ath-thani 'ashar namni guyya lama qofa acci bule acci deme ega bolla darbate guyya gafa kula lamme sosan yoda jarjare kabayutate fala isma alayhi بدي وهيتو إسر رنجرتو لأن الله خفف عنه أربين إسر لا في سيجره ومن تأخر نمن حقا قافا قويا كل سديه اللي تري قويا قافا كل سديه إيقسن اللي دربت فلا إثم علي إسر اللي بدي وهيتو انجر ولا حرج علي وقد جاء بالأكمل إن وانقوت رفي واتبع في للنبي صلى الله عليه وسلم دلغا رسولا رسول يا غويا غاف كل صديق ترن غرو غاف غويا كل لما لي بيوني غيا غاف كل صديق يغون مو غرتني اكي رسول لي دلغا ركز فلا اثم عليه لمن اتقى كل ذلك لمن اتقى الله في حجه كن مرتي انوف كما سيان قبو جننا ربي صدات في حجي زاكزت فجاء بما به كما امر الله اك ربي انجلت والرب دلغ والرب تامل دلغ واتقوا الله ربي صدالا يا ور ربي تامنه واتقوا الله ربي صدالا مال ربي صداتا بامتثال اوامره واجتناب نواهي والرب دلغا جل دلغون والرب رانا ما دوغر دوغم ربي صداتا واعلموا بك يقين ما بك وايقنوا انكم اليه تحشرون اسنغر مربي كافمتن انكم اليه وعده ترجعون وتصيرون غر مربي ديفمتن غر مربي كافمتن ايغا غر ربي دي بتمال تجل ريغا فسن فيجازيكم على اعمالكم ربي اندلغات سن الرت جزاء سن ديبيا ايات تما قران تنر وني فدن ايات ديبا في سغلتمي تربرا هاغا ديبا في هاگا دب لما في صده كقلاني كان فايدان آياتو تنرّا فلن مالين الحج عبادة يعظم فيها يعظم فيها المؤمن شعائر الله حج عبادة ربيت نمني ربيت أماني أغرتني واملتو دينا كان كبج والرب الرانا ملوغ جدشا في درقاء اللي حج كيسة الرالوغ من أما اللي جواز التجارة والسعي في الرزق في أثناء الحج لأنه لا تعارض بين الأمرين حجي كيست نمني وادل قتشون وادل دلتشون نقايا حجوا في وادل قتشون سني واني والفال لسينجر أما اللي واني آية الرافل النمال مشروعية المبيت بمزدلفة للحج ليلة العاشر من ذي الهجة إيقا عرف الرول دي بانقاف هالكن كورنيسوسا مزدلفة بلو اللين كراق والأميجرة أما اللي مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج ذكر هد ميسو يو حج وفرّا قيسا كراغ والأميجر كون الله أمس اختلاف مقاصد الناس يعني لما ولباكم ربي النوجد فمنهم من جعل حمه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها نمني قرياد وفي دنيا ما قوله إزيم ليوان بلاه انقلت ومنهم من يسأل خير الدنيا والآخرة نمني قرينا ما دنيا في آخر دنيا آخرة اللي خلت وهو الموفق سني ولا ربين أقرتني خيري إذا قدتني أما اللي أقرتني واني فلن آيات آخرة إره التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط صدر ربي دلقى حد ميسو ننتاد وإنما بمتابعة حدي الشريعة والالتزام بها صدر ربي وني تيوم مالين كلا أغرتني شريان فجل ديمو مالي دلقا هدن ميسو ميت وان شرياسا قبتشون صدر ربي أرغتا ور صدر ربي أرغتو ربي نهاتا سيسو ور قويا قياما أغرتني كلام ني ربي كوني رقا إسابة يربي نهاتا سيسو درسين تين نتعما ست الابتي هاگا درسين تانت ولد دي بنت نقاتي ترا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.